شيخ الإسلام رحمه الله قد فند مزعم من يقول بأن قصة يوسف هي أعظم قصة في القرآن، وليس كذلك، بل قال رحمه الله: إنما جرى له مع إخوته إنما هو من حسد أضمرته نفوسهم، فإن هذا واقع بسبب العداوة الدنيوية التي أضمروها، وإنما جرى له ما يزيده فضلا ودرجة على ما جرى له مع إخوته ما جرى له مع امرأة العزيز، فإن ما جرى له مع امرأة العزيز أرفع منزلة وأعظم مكانة له مما جرى له مع إخوته.